السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح درس الامبيرسونال باسيف، واليوم راح اشرحه على 3 حالات نفرع على حالتين كل قاعدة، بيطلع لنا 6 حالات. وأول حالة من هاي الحالات إنه يعطيني اسم أو ضمير زائد فعل اعتقاد، فعل اعتقاد زي think, believe, prove, claim إلى آخره، زائد ذات زائد تكملة الجملة. طبعا هون ممكن يبدالي اول شيء بإت، فان بدالي بإت اول شغلة بعملها بحول اللي قبل ذات لمجهول، بعدين بحط ذات وبكمل الجملة. يعني مثلا يقول لي people think that هشام is the best، وهون يكتب لي إت. هسا بحول القبل ذات لمجهول، think مضارع بسيط، بالتالي انا مجبور احط is thought، لانه المضارع البسيط في الباسيف بصير ام is are وثالث، عشان it حط is وثالث thought ذات وبكمل الجملة. مثال ثاني، scientists believe that the South Pole will melt. The South Pole، لا ما راح يعطيني the South Pole، راح يعطيني it. بحول الفعل القبل ذات believe إلى مجهول، believe مضارع بسيط كمان مرة، بالتالي بحط is believed that وبكمل الجملة The South Pole will melt. كمان مثال، He used to think that exams are very difficult. هون راح يقول لي it، بحول الفعل القبل ذات لمجهول اللي هو الفعل think. Think مجرد، بالتالي لما أزرع بي قبله بظل بي، والthink بصير ثالث، فبصير حلها it used to be thought that exams are very easy. هاي لو أعطاني it في بداية التحويل على قاعدة اسم أو ضمير فعل اعتقاد وذات. هسا على نفس القاعدة ويبدالي بالاسم أو الضمير اللي بعد ذات، طريقة الحل كالآتي. خلينا نكتب جملة أول شيء، علي thinks that رامي went to the party yesterday. بدل ما يكتب لي it راح يكتب لي رامي، يعني يعطيني الاسم البعد ذات أو الكلام البعد ذات. أول شغلة بعملها بحول الفعل اللي قبل ذات لمجهول اللي هو thinks، بتصير is thought. بدلا من ذات ضعته، بدل من ذات ضعته، ثم اذهب الى الفعل البعد ذات، الفعل البعد ذات اللي هو went. طبعا بنزل على الجدول اللي هون، went عبارة عن تصريف ثاني، بالتالي نضع have قبله ومنحوله لثالث، فبصير حلها رامي is thought to have gone to the party yesterday. كمان مثال، she believed that he is at home now. he هي أعطاني الاسم أو الضمير البعد ذات، بحول الفعل القبل ذات لمجهول اللي هو believed، بتصير was believed. بدل من ذات to، بتطلع على الفعل القبل البعد هي اللي هو is، بشوفه بالجدول اللي هون، منحوله لبي ومنكمل.
كمان مثال. The teacher believes that students have done their homework. طبعا راح يكتب لي students. بحول الفيرب اللي قبل ذات لمجهول. Are believed بدل من ذات تو. بتطلع على الفعل اللي بعد students اللي هو have. بشوفه بالجدول هاد. Have بضل ومنكمل. وهاي أول قاعدة اللي هو لما يعطيني اسم أو ضمير وفعل اعتقاد وذات. شفنا كيف لما بده إياها بإت، وشفنا كيف لما بده إياها بالاسم أو الضمير اللي بعد ذات. الشكل الثاني إنه يعطيني إت ثم شكل مجهول بيكون في بي أم إز آر واز وير بين وذات، ويطلب مني إني أحولها على الاسم أو الضمير الذي بعد ذات. خلينا نكتب جملة مثلا هون. It is thought that Fadi is the best. It is thought that. ولاحظوا بدالي بفادي. أول خطوة مننزل شكل المجهول is thought بدلا من that to، ثم ننظر إلى أول فعل. أول فعل اللي قصدي فيه اللي هو is، من حوله حسب الجدول. الجدول بيحكي لي إنه إز بتصير بي، ومنكمل. مثال ثاني. It is believed that students study hard before exams. Students هاي أعطاني الاسم البعد ذات، وبدالي بإت إز ثالث بنزل شكل المجهول، يعني بنزل إز believed، لكن لأنه students جمع بتصير are believed بدل من ذات تو. بتطلع على الفعل البعد ذات اللي هو study مجرد أو أول. لا هون أول، من حوله لمجرد ومنكمل. كمان مثال. It was believed that the earth was the center of the solar system. The earth منحول أو مننزل شكل المجهول اللي هو was believed بدل من that to. نتطلع على الفعل اللي بعد ذات اللي هو was. was هون بتطلع على الجدول. was بتحكي لي حولني لهاف بين وكمل. have been بدل was the center of the solar system. هاد لو طلب من it بس if that للاسم او الضمير اللي بعد ذات. هون ركزوا معي. هسا ممكن يطلب نفس الجملة، يعني مثلا يطلب it was believed that the earth was the center of the solar system، بس ما يبدالي بالاسم اللي بعد ذات، يبدالي باسم ضمير غير اللي بعد ذات. يعني مثلا يقول لي people. اول شيء منرجع المجهول لمعلوم، وترجيع المجهول لمعلوم ان بنحذف الواز وبنسأل حالنا واز شو زمنها. تصريف ثاني اذا believed بتصير ثاني. بعدين منحط ذات ومنكمل. كمان مثال. It's believed that students study hard before the exams. وهون اعطاني
بيبل. بحول المجهول لمعلوم بإني أحذف أقرب بي للثالث. الإز عبارة عن تصريف أول، فبالتالي بليف بدها تصير أول. الأول من بليفد، يا بليف للجمع يا بليفز للمفرد. بيبل جمع، إذا ما بصير نستخدم بليفز، تصير بليف ذات. وبكمل طب لنفرض انه ما حكى لي بيبل، قال لي هي او شي او هاني مثلا. الاز بحذفها، بليفد برجعها لاول، الاول من بليفد بليفز، لانه هاني مفرد. قبل شوي شفنا بيبل جمع صارت بليف، بس هاني مفرد بتصير بليفز ذات. وبكمل إذا هون لاحظنا كيف بصير التغيير على جملة الات باسف ذات لا اسم أو ضمير البعد ذات أو للاسم الضمير اللي غير اللي بعد ذات. فصل الماضي لما جابوا وزاري جابوا من هاي القاعدة، إنه أعطاني اسم أو ضمير ثم فعل بي اللي هو أم إز آر واز وير ثم ثالث ثم تو، وطلب إني أحولها لات. خلينا نشوف مباشرة. مثلا يقول لي هاني is believed to finish early every day، وتحت يكتب لي it. هاني اسم او ضمير، be اللي هي is، believed اللي هو تصريف ثالث، والتو هيها. اول شي مننزل المجهول، بمعنى ان ننزل is believed. ثم بدلا من تو ذات، بدل ما احط تو بحط ذات. ما بكمل، برجع باخذ الكلام اللي قبل المجهول اللي هو هاني. بعدين بنروح على الفعل الاول اللي بعد تو اللي هو فينش. بعكسه في الجدول، بعكسه في الجدول كنا قبل شوي، نحول من هون لهون. هسه في هاي القاعده بنعكس، بنحول من هون لهون. الفعل اللي بعد تو مجرد، فبالتالي برجعه لتصريف اول او تصريف اول مضاف له اس او اي اس. في حالة الجمع تصريف اول، في حالة المفرد تصريف اول مضاف له اس او اي اس. هاني مفرد، فتطلعوا شو صار. finishes early every day. كمان مثال، people are believed to do well under pressure. it بنزل ال are believed الباسل، بس لانه it مفرد بتصير it is believed بدل من to that. ما بكمل، برجع باخذ الكلام الاول اللي قبل الباسل اللي هو people. الفيرب الأول اللي إجا بعد to do هو مجرد، يعني بده يرجع يا لأول يا لأول بأس حسب الجدول. people جمع بتظلها do. well under pressure. كمان مثال، learning English is claimed to be essential. it بنزل الباسف is claimed بدل من to that. ما بكمل، برجع باخذ الكلام اللي قبل الباسف، باجي على اللي بعد to اللي هو البي، بعكسها في الجدول، والبي هيها ترجع لام is are حسب الفاعل اللي هو learning English. learning English مفرد، ف is essential. هذا لو طلب مني من هذا الشكل لقيت، ولو طلب مني من هذا الشكل لاسم او ضمير من برا الجملة شو بعمل؟ خلينا نكتب جملة اول. هاني is believed to finish early every day.
هو بده يكون كاتب لي مثلا بيبل مثلا، برجع المجهول لمعلوم. وعلمتكم قبل شوي انكم ترجعوا المجهول لمعلوم، انك تحذف اقرب بي للثالث وتشوف زمنها. از اول، فبالتالي بليفد بترجع اول، فبالتالي بتصير بليف. ولو كانت هاي مفرد بتصير بليفز. بدل من تو ذات ما بكمل، برجع باخذ الحكي اللي قبل الباسف اللي هو هاني، بكتبه وبطلع على الفعل اللي بعد تو، فينش. فينش مجرد، بعكسه بالجدول. المجرد برجع لتصريف اول، او تصريف اول مضاف له اس او اي اس، وبكمل. كمان مثال، هشام was thought to take exams every day. She. هسا بحول الباسف لمعلوم، بحذف was. was عبارة عن تصريف ثاني، بالتالي thought بترجع لثاني، تصير thought. بدل من to that ما بكمل، برجع باخذ اللي قبل was اللي هو هشام، وبطلع على الفعل تيك بلاقيه مجرد، برجعه لأول أو أول بأس، بعكس الجدول هون. هشام تيكس لأنه مفرد، لو كان جمع تيك. كمان مثال، The earth was claimed to be أو to have been the center of the solar system. They. لاحظ ما بدالي بإت، وأصلا ما في هون إلا تو، ما أعطاني الاسم اللي بعد ذات. طبعا هون بحذف واز، واز ثاني، claimed بترجع لثاني بتصير they claimed، بدل من تو ذات. ما بكمل، برجع باخذ الحكي اللي قبل was اللي هو the earth، بطلع على اللي بعد to اللي هو have been. have been بلاقيها هون، بعكسها ترجع ل was أو where، فهون بتصير the earth was the center of the solar system. وهيك بتكون اكتملت معكم التحويلات، علمتكم تحولوا من اسم او ضمير فعل اعتقاد وذات لات، او للاسم اللي بعد ذات. بعدين تعلمنا نحول من ات للاسم او الضمير اللي بعد ذات، او اسم او ضمير غير اللي بعد ذات، طبعا بيكون من خارج الجملة. وعلمتكم تحولوا من اسم او ضمير ثم مجهول ثم تو لات، او لاسم او ضمير من خارج الجملة. بتمنى تكون وصلت لكم المعلومة، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.